صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، اولا طبعا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من برنامجنا. ثانيا، قد يقوم البعض ببناء خطط طويله الاجل وخطط متوسطه الاجل في المجال الاقتصادي، سواء كان زراعي او صناعي او تجاري. لا شك في الامر انه يجب ان يكون هناك خطه، ولكن هناك طبيعه الله، هناك تغيرات مناخيه قد تحدث لاي محصول زراعي في اي وقت او اي مركب في أي وقت من الأوقات، وقد تؤتي بكل تلك الخطط إلى ما لا نهاية. فتأثير المناخ على الاقتصاد لا يمكن الحقيقة إنكاره بأي حال من الأحوال. هل التغيرات المناخية التي ستحدث خلال نقول 100 عام القادمة تؤثر على اقتصاد بلدنا أم لا؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة صديقي المشاهد. هيا منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس استاذنا الاستاذ الدكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس اداره هيئه الارصاد الجويه سابقا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ، منورنا يا فندم. الله يحفظك ويخليك. هل فعلا صحيح، يعني انا يعني لما بقعد افكر، انا بالنسبه لي وانا قاعد بذاكر الحلقه النهارده، الفلاح المحترم البسيط اللي بيزرع طماطم، بالذات الطماطم دايما ويجي معرفش اي حاجه في المناخ يعني تغير الموضوع، هل ده بيبقى ليه اثر اقتصادي كبير على المجمل بتاع المحاصيل الزراعيه في ذاك العام؟ هل بيأثر على الاقتصاد؟ هل الجو ليه علاقه بالاقتصاد؟ هو طبعا يعني مفيش حاجه ثابته على الكره الارضيه. كويس. هي نفس الكره الارضيه بتتحرك. تمام. وحواليها طبعا الغلاف الجوي بيتحرك معاها. مظبوط. في مؤثرات تانية، الشمس نفسها بتتحرك. صحيح. الكون كله في حركه. تمام. اشمعنى المناخ اللي هيكون ثابت؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش طبعا. يعني مش لازم السنه دي تكون زي السنه الجايه، زي السنه اللي بعدها او السنه اللي قبلها. لا. هل معلش بالمناسبه السعيد هذا كمواطن بقى عادي معلش، لانه واحنا عيال صغيرين كان بيبقى نسبيا شبه بعضه يعني كده. انما ابتدى يتغير في خلال السنوات الماضيه، بنلاقي موجات حر شديده جدا، ساعات بيبقى في موجات بروده شديده جدا. كانش بيحصل زمان، ولا كان بيحصل زمان واحنا كنا اطفال؟ انا اقول لحضرتك، قول لي. هو اولا الذاكره ما بيعتمدش عليها. اوكي تمام. البيانات والبيانات، احنا عندنا بيانات من ايام محمد علي. حلو قوي. محطات من المحطه من ايام محمد علي كانت في العباسيه. تمام. منذ بدا الاهتمام بعلم الارصاد الجويه والبحريه والبحريه. هل الهدف كان اقتصادي ولا حربي بالنسبه للاهتمام بالارصاد الجويه؟ الاثنين. الاثنين. ومن زمان منذ القدم كان حتى الفلاح المصري ليه علامات واخدها من الجو، اللي هي النوات، ومدي للنوات مصطلح، ومدي للنشر، حتى النشر مصطلحات برضه. تمام تمام. فديت كلها كان اهتمام المصري القديم بالمناخ اهتمام كبير جدا، وليه تاثيره على الزراعه وبالتالي الاقتصاد. طبعا طبعا صحيح. اللي هي المهنه اقدم مهنه في التاريخ، تاريخ مصر بالذات يعني. تمام. في الزراعه. تمام. بس ابتدى يقنن ويبقى علمي من ايام محمد علي زي ما حضرتك بتقول، وهنا في مصر. هنا اوكي. رصد. اوكي. رصد اللي هي هيئه الارصاد اللي بقت بعد لا كده. يعني هي في بس كانت صغننه لسه ايام. اوكي. هي بدات يعني سنه 51. اوكي. انشئت مصلحه الارصاد الجويه. تمام تمام. في عهد الملك فاروق. اوكي. قبل الثوره على طول. قبل الثوره على طول. أوكي. وفي السبعينات تحولت لهيئه الارصاد الجويه. اوكي. هنتكلم على الترتيب الاداري ده بس كمان شويه، بس كمل الحدوته بتاعتك يعني. فطبعا اهتمام الانسان العادي والفلاح العادي بالمناخ مهم جدا. وكان ليه بياخدها علامات، والعلامات دي يعني ما زالت النواه القديمه موجوده لسه. هي يعني حضرتك لو في اسكندريه في نوة قاسم، نوة المكنسة، نوة الفضة الكبيرة، الفضة الصغيرة. هي يعني انا كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي على النواة، اضفت لها نواة مش علشان اضافة للناس اللي عاملينه قبل كده، لان هم كانوا عاملينه قبل كده البحرية ارتفاع الموج. اوكي. انا لا، اهتميت بالنوى اللي هو الطقس الغير مستقر، اللي من فوق، اللي هو الهواء الطقس الغير مستقر. أوكي. يعني ممكن يعني يكون ايه طقس غير مستقر؟ اشرحها لي دي معلش. الطقس الغير مستقر اللي بتصاحبه ظواهر جويه بنعتبرها احنا سيئه، بس هي مش سيئه يعني. ليه سيئه؟ ليه؟ يعني بتكون من عند ربنا. سرعه الرياح بتكون عاليه شويه، فيها امطار،
فيها عواصف، فيها سحب رعدية، فيها رمال مصارة. بس هل ليها، هل ليها نمط معين؟ هل ليها باتن معين؟ يعني نقدر نتوقع ان النوعية المختلفة اللي هي الغير غير ثابتة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، هل نقدر نتوقعها ولا دي صعبة بقى؟ ما احنا بنتوقعها، بنتوقعها. ده ليها جدول. ليها اوكي. يعني ليها جدول يقول لك في اليوم الفلاني نوت المكنسة ممكن هتيجي من اليوم الفلاني لليوم الفلاني مدتها يومين. واحتمال حدوثها مثلا 60%، لان مش لازم تيجي كل سنه. مش شرط تيجي كل سنه. اه مش شرط. اوكي تمام تمام. وممكن قوتها تيجي وقوتها مختلفه. يعني تيجي مثلا بسرعه رياح شديده مره، مره سرعه رياح قليله. ممكن تيجي بامطار شديده، ممكن تيجي امطار قليله. تمام. يعني مختلفه، يعني قوتها بتختلف في طبيعتها. قلت لك انها تيجي في نفس الوقت ثابت. اه لو يعني يجي في نفس الوقت ممكن. كل حاجه مش ثابته، يبقى هو المناخ اللي انت عايزه ثابت؟ لا، لازم المناخ يتغير. وهي الناس فاهمه حته التغيرات المناخيه ديت ان هي حاجه جديده. لا، دي حاجات طبيعيه. الى الان حاجات طبيعيه. حلو. ان كان الانسان ليه تاثير، حتى الان لم يثبت ان الانسان ليه تاثير على تغيرات المناخ. صعب تعي ازاي يعني؟ لا، اصلا قليل جدا. طبعا اختلف العلماء في كده. يعني في علماء تلوث الهواء بيقول لا ده ليه تاثير كبير، والاحتباس الحراري ومش الاحتباس. لكن لا، دي نقطه مهمه لازم نتكلم فيها، لان برضه طبعا. لكن علماء المناخ بيقول لك لا، دي قوه واحده ما ينفعش ان انا ابني عليها تغير حاجه معينه، لان في قوه تانية كتيره جدا بتاثر برضك على المناخ. زي ممكن في عندك الشمس، في حاجة اسمها البقع الشمسية، في حاجة اسمها العواصف الشمسية. طبعا الشمس هي العامل الرئيسي. العامل الرئيسي طبعا. البراكين ليها تأثير، الزلازل ليها تأثير. ليها تأثير على المناخ. اه طبعا. اوكي. التيارات البحرية الدافئة والباردة ليها تأثير. صحيح صحيح. اليابس والمياه ليها تأثير. الجبال الجليدية ليها تأثير. كل الحاجات دي ليها تاثير. طب طب حضرتك دخلتنا في موضوع الاحتباس الحراري بمناسبه الجبال الجليديه وكذا، وفي بقى بيقول لك بقالنا كتير بقى في الموضوع ده، بقالنا من التسعينات يمكن بنتكلم، ومؤتمرات والانترناشنال مش عارف ايه وبتاع عشان الاحتباس الحراري والوليد دلتا بالظبط، والمنصوره هتضيع، والقطب الشمالي معرفش ايه، والاسكندريه هتروح في حته ثانيه. هل ده كلام علمي سليم؟ اصل هو في حرب بين العلماء، مش فاحنا مش فاهمين حاجه. احنا بنقول لك حاجه يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. سنه 2010 كنت انا رئيس الهيئه، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه. مظبوط. وكان ليا يعني المصري الوحيد اللي ليه راي في موضوع التغيرات المناخيه ضد الاتجاه العالمي. تمام. فبعت لي في اجتماع، كان اجتماع لتنميه شرق بورسعيد. اوكي. طبعا كان في علماء كتير من مختلف التخصصات، وكنت انا اللي موجود من الأرصاد الجويه. وكان السؤال هل يعني هم هينموا ويجي البحر يغرق كل دوت بعد كده؟ صحيح، وجهه نظر سليم. طبعا يعني سؤال الله صح، وليهم حق. زي ما كنت بقول في الاول، ما هو الواحد لازم يخطط لما هيجي يصرف فلوس، لازم يخطط. فصحيح، طب ما لازم اعرف. فكان رد اجابتي في كلمتين اثنين. خير. ايه اللي هيرفع مستوى سطح البحر؟ الميه هتزيد. الميه هتزيد. طب ايه اللي هيزود الميه اللي هم بيقولوا عليها؟ الجبال الجليديه. الجبال الجليديه. طب الجبل الجليدي اصلا 90% منه غطس في الميه. انت لو جبت حته تلج وحطيتها في كوبايه هتلاقي كلها غطست في الميه ما عدا جزء صغير قوي. صحيح صحيح. طب لو داب التلج ده هتلاقي الميه ما ترتفعش. ليه بقى؟ لان حجم الجليد اكبر من حجم الميه. لما الميه بتتجمد حجمها بيكبر. بتنصهر حجمها يقل. يقل. اوكي. يبقى الجبل الجليدي هيتحول لميه، الميه هتزيد بس الحجم اقل. فالميه مش هتزيد قوي يعني للدرجه. يبقى المفروض البحر ينقص مش يزيد. كمان. يعني ما يزيدش خالص ولا حتى نسبه ضعيفه يعني. لكن هم رجعوا قال لك ايه طيب؟ لو الصفائح الجليديه اللي فوق الارض والجبال كل ده انصهرت اتحسبت.
لن يرتفع مستوى سطح البحر والمحيطات الا 2 سم فقط لا غير. فقط لا غير وليس لها تأثير. وده ملوش اي تأثير قوي. هل ليه تأثير بالمناسبه عشان نبقى خلصنا النقطه دي؟ هل ليه تأثير على الحياه البحريه نفسها، على الشعاب المرجانيه؟ هل هيغير درجه حراره المياه في وقت من الاوقات لو حصل فعلا انصهار جليدي في الجبال الجليديه اللي موجوده؟ التأثير ولا تأثير مش هسأل لحضرتك حاجه. قول لي اتفضل. حركه الغلاف الجوي من اصعب ما يكون. من اصعب السؤال اللي انت بتقوله ده صعب جدا، وفي مودلز كتيره جدا ممكن ان هي تتكلم فيه. لان في عوامل كتيره جدا. انت حركه الشمس ليها تاثير، الطيارات البحريه ليها تاثير، مش الجبال الجليديه بس اللي هو تنصهر ان هي يعني أطلع. ممكن يبقى الشمس ازيد شويه لما الجبال تزداد فتعمل بالانس او ده غير ان حتى ان هم يقول لك الجبال الجليديه بتنصهر. الجبال الجليديه ليها دوره، ليها دوره بناء ودوره هد. يعني برضك ليها دوره. والجليد ليه دوره، تلاقي في سنين يهبط الجليد والثلوج على اوروبا مثلا وسنين تانيه ما تهبطش. طب دي ليها علاقه بدرجه بروده الجو بقى اكيد دي وحركه طبعا. الشمس برضه اكيد دي طبعا بنسميها احنا هنا عندنا الدوره العامه للرياح. الدوره العامه للرياح ازاي بتنتقل الرياح من خط الاستواء ومن القطب الجنوبي والقطب الشمالي، دي كلها حركات طبعا صعب ان الواحد يشرحها في دقايق. طبعا طبعا. لكن هو علم من اصعب الامور. طبعا طبعا. لكن لان هل لان متغيراته كتير قوي يا فندم؟ يعني انت المتغيرات الجو كتير قوي، العوامل اللي بتتدخل في تغيير كتير المناخ كتيره كبيره كتير. صعب يعني يقدر بحوالي 33 عامل. اوكي. ده علميا بقى. علميا. لو بنشتغل بنثبت عوامل معينه. اوكي. وبنشتغل على مثلا 4 عوامل أو 5 عوامل اللي بنطلع بيهم النشر النتيجه النهائيه. طيب هستاذن حضرتك يا دكتور محمد، هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين، نشوف تقرير حلقتنا النهارده ونرجع نستكمل حوارنا الحقيقه الممتع المفيد جدا الحقيقه مع ضيف حلقتنا النهارده استاذنا الاستاذ دكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس اداره هيئه الارصاد الجويه سابقا. إن التغيير المناخي يعد حجرة عثرة في طريق تحقيق النماء الاقتصادي، ويضع الاقتصاد على شفرة الهاوية، ولذلك يجب حث المجتمع على إعطاء مزيد من الاهتمام لتأثير تغيير المناخ على الاقتصاد، وفتح باب الحوار للوصول إلى حلول مستدامة تنقد العالم من كوارث لا تقتصد على الاقتصاد فحسب، بل على الصحة والحياة. والمناخ كان يعتبر ذات يوم مخاطره طويلة الأجل، ولكنه أصبح ذا تأثير قصير المدى بشكل متزايد وبوتيرة سريعة. وإن التقدير البيئي للمنشور مطلع العام والمعون بالتوقعات الاقتصادية في عام 2019، والذي يسرد عددا من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي، يشير إلى أن مخاطر المناخ سوف تتزايد بشكل كبير، حيث يشهد العالم عددا متزايدا من الظواهر المناخية القاسية على مدار السنوات الست الماضية. كما تشير التقارير أن التغييرات المناخية المستمرة تؤثر على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، نستكمل حوارنا مع ضيف حلقتنا النهاردة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية سابقا. طيب دكتور محمد، كنا بنتكلم على بشكل مجمل كده في الجزء الأولاني من الحلقة على التغيرات المناخية وتأثيراتها، بس كان في حدوته ما كملناهاش يمكن. لما حضرتك كنت بتتكلم على موضوع تطوير منطقه بورسعيد ومحاوله ارتفاع النيل، فهل المشروع كمل؟ ما احنا عارفين طبعا المشروع كمل. طبعا هل في تاثير، هل في تهديد فعلا ولا لا؟ ما فيش مشكله في الموضوع. ما انا قلت لحضرتك، انا بس يعني عشان اتاكد برضه اخر كلام. يعني اصل المشكله ايه؟ قول. المشكله لما اتعمل السد العالي طبعا الميه العذبه ضعفت في الهبوطة في البحر المتوسط. صحيح صحيح. وكمية الطمي اللي هي اللي بتيجي قلت وقفت ورا المحيط. فطبعا المية المالحة والطيارات البحرية قوتها زادت، زاد تأثيرها على الشواطئ، فزاد النحر بتاع الشواطئ
ولسان رشيد ودمياط والحيث دي كلها وراس البر لسان راس بدأت تأكل فيها. هو كان المفروض يتعامل مع السد العالي دي مصدات خرسانية لتقليل سرعة المية المالحة. أوكي. ما اتعملتش إلا بعد فترة يعني بعد ما حصل. فكان حصل تأثير على المنطقة. حصل تأثير. أوكي. طبعا تأثير برضك زحف المية المالحة على الأرض بتاعت الأرض من دلتا ملحتها وبتاع. فدي كلها مش تأثير مناخ. اوكي. لا تأثير طبعاً. مشروع تاني. ده مشروع تاني. أوكي. مشروع تاني. فما يعني ايه. بس يعني غير حلها صعب. مكلف ماشي. مكلف. معاك مكلف. انما هل صعب علميا صعب حل. لا حل مفيش حاجة صعبة. مفيش. يعني ممكن علميا. مفيش حاجة صعبة. علميا ممكن يتعمل اي حاجة. اوكي. بس احنا نحافظ على على على, على, على المصدر الرئيسي بتاعنا. يعني ايه اللي ضيع الدلتا. اللي ضيع الدلتا الانسان. صحيح. اللي بلع الارض الزراعيه واللي جرف الارض يعني مش عايزين ندخل في نرجع للجو خلينا في الجو خلينا في الجو اللطيف ده. قول لي بقى اشرح التغيرات المناخيه. الناس بداوا بايه؟ جابوا درجات الحراره بتاعه الكره الارضيه من سنه 1858. اوكي. ولو زي ما نشوف في شكل واحد ان هنجيب دلوقتي معلش يا جماعه لو سمحتوا هاتوا لنا اتفضل بشكل واحد هتلاقي ان درجات الحراره بتبتدي تطلع لفوق. اوكي. ترتفع يعني. فقال لك بقى احنا داخلين على الايه الاحترار العالمي والثوره الصناعيه والاحتباس الحراري. ايه هو الاحتباس الحراري دي؟ في غازات في الغلاف الجوي هي نادره يعني نسبتها قليله جدا زي ثاني اكسيد الكربون والميثان دي نادره لكن معانا صوره رقم واحد ودي بتطلع الحراره فيها طالع لغايه الاخر. تمام. وهو خدوا الخط المستقيم اللي طالع دوت وهو دي الغلطه اللي خدوا الخط المستقيم الترند ده وقالوا يبقى الحراره هتطلع الى ما شاء الله. وقالوا ان السبب الاحتباس الحراري وان الغازات ديت ليها فتره بقاء وبتمتص الحراره لان لولا الغازات دي كانت درجة حرارة الكرة الأرضية تبقى ناقص 14 ناقص. اوكي. لكن هي الغازات دي بتمتص بعض أشعة الشمس الحرارة اللي جاية وتبتدي تخزنها وتبتدي تبعثها تاني فهي اللي بترفع حوالي 28 يعني تخليها حوالي 14 درجة متوسطة. طبعا. فوق الماينس 14 يعني حوالي 30 درجة تقريبا. اوكي. 30 درجة تقريبا. هو ده فكرة الاحتباس الحراري ببساطة. اوكي. طبعا. فقالوا بقى العملية ده ابتدى من زمان قوي يعني ده مش موضوع جديد يعني حضرتك بتقول يعني هم ولا لما جابوا البيانات جابوا البيانات جابوا البيانات. وعلى فكرة موضوع الكلايمت تشينج او التغيرات المناخية ما ينفعش اقول ان اجيب بيانات مصر بس. لا لازم الكرة الأرضية كلها. لازم يبقى الكرة الأرضية ككل ينص الكرة الأرضية الشمالي. اوكي. فبدات الموضوع ده يثير اهتمام وكنت انا ما زلت لسه في الخدمه فطبعا الموضوع بدات ادرسه بمنظور بقى عالم مناخي مش اي واحد بتاع احصاء. تمام. فعملت قلت لا يعني هم يعني انا درجه الحراره في اليوم بتتغير. تمام. وده طبيعي. مع حركة الشمس طبعا. واحنا يعني الشروق تفضل تطلع لحد العصر تبتدي تنزل لغايه بالليل. تمام. طب في دورات ثانيه في دورات البقع الشمسيه في دورات ثانيه يعني ايه البقع حضرتك ذكرتها مرتين يعني ايه البقع الشمسيه دي؟ الشمس نفسها فيها مناطق بتطلع كميه حراره اكتر من اللي جابها اكتر من مناطق ثانيه وبرضك بتطلع عواصف شمسيه تدي حراره اكتر. أوكي. فتلاقي في ايام بتيجي فيها فترات زي ما اليومين اللي فاتوا بتحصل كده اقول لك موجه حر هي دي بقى موجه الحر يعني بتيجي نتيجه ياما البقع يعني الشمس بتبقى ايه حاطه على بقعها الشمس بتلف والارض بتلف حواليها وجه الشمس ده بقى بيتغير فبتمر انت على اماكن شديده الحراره واماكن مش شديده فبيحصل اوكي تمام يعني دي ببساطه يعني بالبساطه بس ده برضه يصعب التنبؤ بيه جدا يعني والله ولا يعني ليه دلالات ليه علامات بتعرف ليه يعني برضك ليه دراسات ليه دلالات بنعرفه يعني. اوكي معلش انا اسف خدتك في حته على جنب كمل معايا اوكي اتفضل. فجيت انا درست بالاحصاء بتاعه المناخ اللي هو الشكل 2 طلعنا شوف الشكل 2 هنلاقي معانا شكل 2
ان في دورات تطلع وتنزل تطلع وتنزل أوكي. للمناخ اوكي. طب علشان اتاكد ان الكلام ده رجعت بالدورات دي لورا اتلاقيت ان القرن السادس عشر كان في بيسموه العصر الجليدي المصغر يعني في تبريد شديد يعني عدد الايام البرد بتكون اكتر اطول شويه اكبر واكبر برضه في اوروبا والحته اللي فوق دي فتاكدت ان الدراسه بتاعتي سليم. صح أوكي. سليمه اوكي فبدات ابني عليها اني 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 ما اقدرش اقول بقى ان انا جايلي احترار عالمي كتير لا ده المعدل بتاع كل سنه بيختلف طب هل السنه اللي هتيجي اقل من المعدل ولا اكبر من المعدل وصلت للشكل رقم ثلاثة الشكل رقم ثلاثة بيقول لي ان في سنين بتبقى عالية حرارتها عالية وسنين تانية معنا ثلاثة ده ماشي كده بقى زي زي رسم القلب كده سنين أوكي. سنين بقول لحد كل الكل كده سنين فيها تبريد وسنين فيها تسخين بس ده عبر زمن طويل قوي حضرتك بتتكلم اخر اخر شكل ده من 1600 وحاجه لغايه 1858 كانت لحد دي فتره هي كبيره بالنسبه لنا طبعا كبني ادمين انما بالنسبه لفلسفه دراسه الجو هل دي فتره طويله هل دي فتره كافيه ولا المفروض نرجع يعني لورا المطلوب في الطيارات المناخيه اقل حاجه 100 سنه 100 سنه طبعا اكتر طبعا ده علشان اجيب السنه طبعا. عملت بقى اللي هو الشكل رقم 4 وده بيعتبر على مستوى العالم حاجه جديده اللي هو الشكل رقم 4 ده ايوه الجديد يعني تنبؤ مستقبلي لحد سنه 2100 قدام يعني طب ازاي انت بتجيب داله التغير أوكي. طالما جبت داله التغير بتعوض بالمتغيرات يديك اقدر اعرف اللي قدام هيبقى شكله عامل ازاي شكله اوكي إيه. فهمتك اوكي وطبعا يعني حتى كنت انا نشرت على صفحه التواصل اللي في الفيسبوك الصفحه بتاعتي من سنتين ان سنه 2018 هتيجي درجه حراره عاليه على العالم كله وده حصل فعلا يعقبها خمس سنوات في انخفاض حلو وانت جيت في 2019 شفت شتاء يعلم بينا ربنا كان لطيف حتى لك. الصيف والربيع حتى بالربيع بالرغم ان جت فيه اعلى درجات حراره بس كانت ايام قليله كانت ثلاث ايام تقريبا يعني والصيف برضك برغم ان هتلاقي الايام اللي شديده الحراره ايام قليله لكن برضك بتلاقي بقيه الصيف مناخ بقى